عمر أوملين رئيس الفيدرالية الوطنية أرباب محلات ومهنية التصوير بالمغرب وكاتب العام جمعية أرباب مختبرات التصوير ومصورين محترفين بمدينة الدار البيضاء. هذه الجمعية اللي اليوم انضمت هذا المعرض هذا اللي هو المعرض الأول للتصوير بمدينة الدار البيضاء. هذا المعرض اللي كان الهدف ديالو أولا باش نحاولوا أننا نلقاو بدائل هذا القطاع. كما كتعرفوا راه القطاع ديال التصوير كيعاني مجموعة من المشاكل من بعد الرقمنه، من بعد ولات السهوله ديال التصوير، ولاو الناس حتى الصور ديالهم ما بقاوش كيديروا استخراج الصور في المحلات، ولاو كيخزنوا هذه الامور كامله. المهم قطاع كان عاش واحد المجموعه من الاكراهات، حنا كنحاولوا اليوم اننا نلقاو الحلول والبدائل لهذا الشيء. لهذا الا شفتوا في المعرض راه غتلقاو مجموعه من الشركات مختلفه نوعا اللي عندها علاقه بالتصوير بطريقه مباشره او غير مباشره، اللي غتعاوننا اننا هذه المقاولات ديالنا نزيدوا ندخلوا لهم موارد اخرى باش نحافظوا اولا على العملاء ديالنا ونحافظوا على الشغيله ديالنا، وكذلك باش نزيدوا ننميو ونحاولوا المقاولات ديالنا انهم يبقاو مستمرين. مجموعه من الشركات اللي غتشوفوا ديال كراء ديال الشاشات الكبرى، وكذلك ديال الطباعه في الهدايا، وكذلك لي زونكادرومون البيع ديال مجموعه من الامور اللي حاولنا اننا نعرضوا على هاد الشركات هادو باش المهنيين ديالنا يكون عندهم اطلاع على الامور اللي غيقدروا يشاركوها مع هاد المهنه ديالنا ان شاء الله. السلام عليكم. سيد تيجاني رحال، مصور بمدينة العيون، رئيس جمعية وعضو في الغرفة ديال الصناعة التقليدية. جيت اليوم لهذا المعرض من العيون. على حسب العارضين كاينين 12، وبالنسبة لهاد 12 كل واحد التمثيلية ديالو اش كيمثل. كاين اللي كيمثل هذا الشيء ديال لي ماشين صغار، هذا الشيء ديال لي زامبريمونت، كاين اللي كيمثل هذا الشيء ديال الحفلات والأعراس. المهم نتمنى على الله هذا المعرض هذا أول مرة، ثاني مرة بغينا يكون في أكادير أو يكون في مراكش أو يكون في العيون إن شاء الله لما لا الداخلة كاع. ونتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع هاد العارضين، وكنشكروا بزاف على رأس هذا الشيء كله، كنشكروا بزاف الجمعية ديال الدار البيضاء هي اللي قامت بهذا الحفل، وشكرا والسلام عليكم.